يا ليلى. ايوه يا بنت احمد زاهر. ايوه ادائك في البرنامج كان باهر. لا استني يا شباب، بقول لك بقى الدخله تحديدا. اه يا دي الدخله كلها بس من خلص. خلاص تاني تاني يلا كانها ما حصلتش. يلا تاني يلا. يا ليلى. ايوه يا بنت احمد زاهر. ايوه ادائك في البرنامج ايوه باهر. الله الله القائك للأسئلة؟ اه كان ساحر ماهر. اه كنت حوش ماهر. انا قلت باهر وماهر. ايوه ما انت قلتهم في الاول فبتقول لا انا قلت باهر. لا لا يا ليلى يا حبيبتي معنى يا ليلى يا بنت هدى الحقيني في دي بقى عشان الهدى دي ملهاش هدى دي كفرة صعبة. ها قلت ايه؟ يا ليلى يا بنت هدى. اه ها؟ بس صعبة ها؟ ممكن نحلها يا بنت هدى الجميلة. هاتي الجميلة بقى. أدائك في البرنامج كان ماهر. شكرا. يا ليلى يا اخت ملك. ناخد ملك. ناخد يا اخت ملك. هاخدك ملك. ماشي ماشي. اه ومن غيرك البرنامج ده كان هلك. اوه العيلة كلها راضية. اه العيلة كلها راضية. شكرا. في حد عايش معاك؟ لا تمام. من انت كده وكده. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.